طيب اهلا بيكم تاني. احنا نزلنا طبعا، نزلت انا ما كنا على طول هناخد ضربه شمس. تعالوا بقى نشوف احنا لما بنيجي نعمل في الموتور كنترول سنترز احنا بنعمل ايه. اي موتور في الدنيا احنا عايزين نتاكد ان العزل بتاعه الاول ما يقعش او ما ينهارش. يعني ايه العزل ما ينهارش؟ العزل في الدنيا هو عباره عن حاجه مطلوب منها انها تشتغل، تعزل ما بين موصلين. العزل اللي بياكل من العزل او من عمر العزل هو درجه الحراره. يبقى اي حاجه في البرفورمانس بتاع الموتور تؤدي ان درجه الحراره بتاعته ترتفع، دي لازم حاجه نمنعها انها تحصل. طب ايه الحاجات اللي تؤدي ان الموتور درجه حرارته ترتفع؟ نمره واحد ان هو يعمل اوفرلود، نمره اثنين ان الفولت ينخفض، نمره ثلاثه ان الفولت فازه من الفازات تعمل سنجل فيزنج، نمره اربعه ان الفولت اللي جاي لي للمكان يبقى فيه امبالانس. امبالانس ده هو يخليه يبقى عندنا سكند هارمونكس ونيجاتيف سيكونس هارمونكس، انا اسف، نيجاتيف سيكونس هارمونكس، وبالتالي تعمل لنا نيجاتيف سيكونس تورك. طيب ايه كمان من الحاجات اللي تخلي العزل بتاعنا درجه الحراره بتاعته تزيد؟ ان الفولت ينزل. لما بيبقى عندنا اندر فولتج برضو الموتور ما بيبقاش واخد الفولت بتاعه، وبالتالي هو مش قادر يطلع التورك، وبالتالي بيسحب امبير كبير لان السليب بتاعه الموتور بتزيد. طيب يبقى ده كده البريفنشن. لو احنا عايزين نحافظ على او الموتور لازم ان احنا نحافظ على العزل. طيب ايه نمره اثنين ممكن يبوظ العزل؟ الاوفر فولتج. اي داي الكتريك في الدنيا له ماكسيمم ستاند بالنسبه للاوفر فولتج بتاعه، وبالتالي لو احنا حمينا الموتور من الاوفر فولتج برضو احنا كده بنحمي العزل. طيب نمره ثلاثه، ايه اللي ممكن كمان يزود انه العزل بتاعنا ينهار؟ نمبر اوف ستارتس. اي موتور في الدنيا له ماكسيمم نمبر اوف ستارتس، وبعد كده الموتور نفسه هيسخن والعزل بتاعنا هيسخن والوايندنج بتاعتنا ممكن تسخن وتتحرق. يبقى الحاجات دهيت كلها، كل البروتكشنز دهيت هي اللي احنا بنختارها. طب ايه البروتكشنز اللي هي بتبقى اقتصاديه؟ على حسب سعر الموتور. المواتير اللي هي بتبقى اقل من 5 حصان بنحميها بس اوفر لود. المواتير بعد كده لما بنخش بقى في ال10 والاكثر من كده 35 ل 50 بنزود بقى الوقايات. زي ايه مثلا؟ بنزود الاندر فولتج، بنزود السنجل فيزنج، بنزود النيجاتيف سيكونس بروتكشن، بنزود النمبر اوف ستارتس بير اور، بنزود التو لونج ستارت، بنزود اللوك دوتر. كل البروتكشنز دهيت هي الحاجات اللي بتحافظ على الموتور. في سؤال صغير كده، لو انا عندي ام دي بي موجوده، لو عندي ام دي بي موجوده بره المبنى، هل ممكن اخلي رايزر كمان بره المبنى ولا في اي ريجليشنز يبقى لازم الرايزر من داخل المبنى؟ رايزر اللي هيطلع يغذي المهمات اللي كانت على الروف فوق. طبعا لو هتمشي كابلات يبقى الكابلات ممكن تمشي اوت دور بروتكتد، لكن هتمشي باسوي. نقول تاني، مفيش حاجه اسمها ان معنى ان الاي بي بتاع الباسوي ده هو مرتفع انك تنفع تستعمله اوت دور. لازم نتاكد ان اليونت ده هي اي بي كويسه وفي نفس الوقت اوت دور ريدي فور اوت دور. طيب ايه اهم حاجه احنا ناخد بالنا منها لما العزل ينهار؟ خلاص العزل انهار، يعني معنى كده ان احنا محتاجين نلف الموتور تاني. طيب عشان نلف الموتور محتاجين نتاكد ان لما حصل شورت سيركت الحديد بتاع الموتور ما اتاذاش. يعني ايه؟ احنا عشان نقلل الايدي كارنت اللي موجود بنقطع الحديد بنعمله خلال شرايح. طيب لما هيحصل انهيار في العزل والعزل بتاع الموتور ده هو ينزل، احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ان هو العزل ده، سوري، الشرايح دهيت الشورت سيركت اللي معدي فيها ما يعملهاش لحاجه. ليه؟ لانه لو حصل انها اتلحمت او انها بقت دامج هتفضل على طول عمرها منطقه هوت سبوت بعد ما الموتور يتلف، وبالتالي احنا محتاجين نعمل دي ريتنج للموتور بعد ما يتلف. يبقى احنا بالترتيب كده نمنع ان العزل ينهار. نمنع العزل ينهار ازاي؟ ان احنا نمنع ان العزل يسخن. ايه اللي بيسخن العزل؟ الوايندنج. ايه اللي بيسخن الوايندنج؟ ان في امبير كبير معدي فيها او نيجاتيف سيكونس معدي فيها، او ان الموتور السليب بتاعته كبيره، وبالتالي لما السليب بتكبر يبقى معنى كده ان الموتور هيسحب امبير كبير، مش ان الفولت بينزل فالامبير لازم يبقى مساوي بيه. عشان في برضه اعتقاد مش صح ان هو الهورس باور كونستانت الفولت ينزل الامبير يعلى. هي هو في الحقيقه ده اللي بيحصل، الامبير بيعلى، بس هو مش بيعلى عشان الفولت نزل، هو بيعلى عشان الفولت نزل وبالتالي السليب بتاع الموتور كبرت وبالتالي الامبير اللي بيسحبه كبر. طب سؤال من عندنا بقى، احنا لما شفنا نقطه كنترول فوق شفنا بيتحكموا في الموتور بستار ديب،
بتقول ان الكلام ده عشان المبنى اتعمل من زمان من 20 سنه ولا حاجه، لكن دلوقتي بنستخدم يا اما سوفت ستارترز او درايفز. الحاجات دي مينلي عشان تكنولوجيا ولا كمان ممكن تساعدنا في الانرجي افشنسي بتاعت الشيلر كله على بعض؟ تمام. اخواننا مهندسين الميكانيكا عندهم طبعا وهم بيعملوا الحسابات بتاعتهم في ساعات بيقول لك انا في عندي طومبات بتاعت سيركيليشن بيسموها فيكسد او كونستانت فلو بامبس او كونستانت سبيد. الكلام ده مظبوط 100%، بس احنا في اي سيستم في الدنيا ان احنا بنعمل بالانسنج، بنعمل تظبيط للفلو، وبالتالي احنا بنقول لهم ان النهارده بقت الدرايفز تقدر انها تعمل مكان تقوم مكان البالانس بالظبط. ليه؟ لان احنا اي بالانسنج بالف ده بالنسبه لنا زي واحد سايق عربيه دايس بنزين والبنزين ده فل وبعد كده بيريجليت السبيد بانه بيدوس الفرامل، يبقى انت قاعد بتهدر في الانرجي بتاعتك. لكن لما بنركب سبيد درايف على كونستانت فلو بامبس برضو نقدر نعمل الحسبه ونقول احنا جايبين البامب هي كده كده هتبقى اوفر سايزد لان عشان الافشنسي، وبالتالي بنحتاج ان احنا نعمل سيت سبيد معين نشتغل سيت سبيد، ونقدر كمان ان احنا كمان نختار الاوبريتنج سبيد بتاعه البامبس تكون عند البيست افشنسي بوينت. وده اللي بيخلي الويندو نسمع كتير يقول لك مثلا الثلاجات والتكييفات بتكنولوجيا الانفرترز، يعني واضح ان الموضوع بس مش هنشوفه في الحاجات الكبيره زي التشيلرز، حتى الاجهزه المنزليه الصغيره دلوقتي بقى كل حاجه دلوقتي بتكنولوجيا الانفرتر عشان نفس السبب بتاع الانرجي مانجمنت او ان اوفر في استهلاك الطاقه. ده كلام سليم عشان ان احنا نميت بالظبط الديماند اللي مطلوب مننا ان احنا يبقى السبيد او الباور الكونسيومد بالظبط على قد اللي احنا عايزينه، ما نعملش ان احنا اوفر كونسيومد. يعني بدل التكييف بتاعي كان زمان بس مظبوطه تمبرتشر معينه فهو بيشتغل فول سبيد بعد كده يعمل اون واوف كنترول بس اون واوف، فدلوقتي الدرايف اللي جوه التكييف بتاعي يقدر يوفر لي عند كنترول معين بسرعه كومبريسنج معينه يخليني يديني نفس التبريد اللي انا عايزه بس كمان يوفر في استهلاك الطاقه، بدل ما كنت انا زي ما حضرتك قلت كده دايس بنزين وفرامل مع بعض، هو ظابط على قد البنزين اللي انا عايزه بالظبط من غير ما اهلكه ان انا دايس واخده كله ومفرمله الناحيه الثانيه بالفولف او اللي انا مش محتاجه. بس طبعا هو في التكييف مش زي الطرمبات، لان في التكييف هو بيعمل في انا بتلخبط دايما ما بين الهاي بريشر واللو بريشر كنترول، هو بيغير في البريشر بتاع الريفريجر عشان يقلل الكونسومشن. هو ايه الموضوع ما حدش يسالني انا ما اعرفش، بس اللي اعرفه ان بيبقى في حاجه اسمها هاي بريشر كنترول وحاجه اسمها لو بريشر كنترول. لو في حد بيتابعنا من الاصدقاء مهندسين الميكانيكا يا ريت يعني يقول لنا، وانا برضو هدور على حاجه على اليوتيوب تكون حاجه فاهمنا المواضيع دي. بس ما عنديش اسئله تاني، الناس عامله حسابات حر برضه. طيب ناخد بالنا برضو احنا بنختار السيركت بريكرز، في ناس برضو بتيجي لما بتيجي بتجوز السيركت بريكر للكونتاكتور بتنسى ان احنا بنشتغل بحاجه اسمها تايب 1 وتايب 2. انا بلاقي كتير مواصفات بتنزل يقول لك انا عايز مده كيس سيركت بريكر ويحسبها بالايد وبعد كده يختار كونتاكتور برضو محسوب بالايد. يا شباب اي سيركت بريكر هنجوزه الكونتاكتور لازم نطمن انه لما هيحصل شورت الكونتاكتور مش هو اللي يفتح. بمعنى ايه؟ الكونتاكتور هو دايما متحمل بسوست، اي شورت سيركت بيعدي في كونتاكتور في ديسكونكتور سويتش في سيركت بريكر غصب عننا بيعمل ريبولشن ما بين الكونتاكتات. الكونتاكتور اضعف نقطه في المنظومه دهيت، والكونتاكتات بتاعته سهل جدا يحصل لها ريبولشن ساعه الشورت. لو التايم والانرجي بتاعه السيركت بريكر اللي حامياه مش كالكوليتد ومش تيستد هيبقى الكوردينيشن منعدم. عشان كده بنسمي لما بنختار الكونتاكتور مع السيركت بريكر لازم نطلعهم من جداول ايه؟ جداول كوردينيشن. لو السيركت بريكر مختارينه في اتجاه والكونتاكتور مختارينه في اتجاه، الاثنين كل واحد يقدر يعمل لوحده وظيفته. يعني السيركت بريكر يقطع شورت سيركت، والكونتاكتور يقدر يسويتش اون وسويتش اوف ويعمل كل السويتشنج بتاعه الموتور. لكن امتى بنبص على الكوردينيشن؟ لما يحصل شورت سيركت في المنظومه. يبقى ايه انواع الكوردينيشنز؟ نو كوردينيشن، انت جاي كونتاكتور من حته وسيركت بريكر من حته، وبالتالي لما هيحصل شورت انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل في الكونتاكتور، مين اللي هيسبق في الفتح. نمره 2 كوردينيشن تايب 1 اللي هو ان السيركت بريكر والكونتاكتور لما هيحصل شورت سيركت الكونتاكتور مش هينفجر، بس مش هينفع تستعمله تاني لانه خلاص هيكون الكونتاكتات بتاعته حصل لها الحام ولدت. والنمره 3 الكوردينيشن تايب 2 اللي هو لما هيحصل شورت سيركت الكونتاكتور مش هينفجر وينفع ان احنا نرجع نقدر نستعمله مره اخرى.
في نوع تاني من الكوردينيشن بنسميه التوتال كوردينيشن، ده شنايدر بتنفرد بيه، اللي هو انه مفيش حتى نوع اقل نوع من انواع المينتنس احنا محتاجينه لما يحصل الشورت سيركت. طيب السؤال الاخير يعني احنا طلعنا فوق على السوق فوق شفنا معدات، هل مجرد وجود معدات على المبنى يبقى انا محتاج اعمل حمام الصواعق، ولا ارتفاع المبنى هو اللي بيحدد ان كنت محتاج نوع ده من العقار؟ طيب بيسالك السؤال. طيب الحمايه من الصواعق لازم ان احنا في الاول نبقى في حسبه بتقول لنا هو المنطقه اللي احنا فيها ايه الستاتستكس بتاعه الصواعق اللي هو بيسموه الام جي نمبر، اللي هو عدد مرات الصواعق اللي هي بتبقى في السماء والحجم بتاعها ككيلو امبير والديوريشن بتاعتها. في ناس كتيره بتغلط في تطبيق السلكشن شارت بتاع السيرج بروتكشن ديفايس اللي بيقول ايه، اول ما بيكون عندك مانع صواعق على طول بياخدك في اتجاه بتاع الايه التايب 1 سيرج بروتكشن ديفايس. ليه؟ انت بتقول انا بلم الصواعق عندي على المبنى، وبالتالي انت لازم حاجه، انت بتقول انا في عندي كيلو امبير، وبالتالي لازم هتحط سيرج بروتكشن ديفايس اتليست تايب 1 ان ما كانش تايب 1 بلس تايب 2 على المبنى. لكن انت ازاي بقى هتختار مناعه صواعق ولا مش هتختار مناعه صواعق؟ في ناس برضو بتنسى ان بيبقى في اماكن في كونستراكشنز ثانيه هي مش شايفاها، بس هي موجوده في نفس المكان اعلى من المبنى بتاعنا. مثال على ذلك مثلا الابراج بتاعه المحمول اللي بتبقى موجوده في كل مكان، ابراج المحمول ده هي بتبقى عاليه جدا، ودي احسن حاجه نقدر نعمل عليها سيرش بروتكشن، وبتقدر تعمل كفرج كبير. طبعا احنا عارفين ان في كذا طريقه بتاعه الكفرج، بنحسبها ازاي، بنحسبها بالفارادي كيج او بنحسبها بالطريقه الايرلي سكريمر، في كذا طريقه انا مش اكسبرت فيهم، بس ما ننساش ان في ستراكشرز ثانيه بتبقى موجوده تقدر هي اللي تبقى تاخد نحط عليها مناعه الصواعق، وبالتالي تعمل كفرج زون كبير، وكمان تقلل لنا من تكلفه المبنى. بس كده احنا كده تمام. طيب النهارده كان حر بسرعه شويه، مصر كانت كلها بالنسبه لنا. في سؤال؟ لا بس حاجه، فرق بين السوفت ستارترز والدرايفز. طيب السوفت ستارتر هو حاجه بتعمل لنا، طيب الترومبات، اي ترومبه في الدنيا بيبقى بتعاني ديورنج الستوبنج من حاجه اسمها ووتر هامر، وهي برضو لما بتقوم الكابلنج بتاعها، الكابلنج يعني بنعلي ما بين ايه، ما بين الموتور وما بين البامب، في دايما كابلنج. الكابلنج ده بيبقى معرض لستريس ساعه بدايه الدوران، ان هو بياخد لود، اللود دوت بيبقى فجائي عمره بيقصر، وبالتالي عشان نحافظ على الميكانيكال لايف تايم بتاعه الترومبات، من المستحسن لما نقدر لان مش دايما بقدر اعمل سوفت ستارت، ان احنا نقوم بالراحه سلو سوفت ستارتنج. وكمان عشان الووتر هامر ده بنمثله بايه، ان كميه الميه اللي ماشيه في المواسير كل متر مكعب من الميه وزنه طن. لما يكون عندك عماره 6 ادوار يبقى انت اكسبكتنج ان في وزن كبير قوي، عمود الميه ده بوزن كبير قوي وماشي بالسيركيليشن بامب، ماشي له سبيد، انت اعتبر كده ان في عندك اتوبيس ماشي جوه الايه، جوه المواسير، والاتوبيس ده طالع لفوق. اول ما انت هتوقف البامب مره واحده، الاتوبيس ده هيعمل ايه، هينزل كله بوزنه بسرعته يعمل ووتر هامر على المواسير والميكانيكال الايكويبمنت اللي موجوده والنان ريتيرن فالفز والحاجات ده، هي تاثر من عمرها. وبالتالي برضو لما تعمل سوفت ستوب انت بتساعد ان الاتوبيس دوت ينزل براحه، بحيث ان هو ما ينزلش يخبط في الايه، في السيستم بتاعك. اما السبيد درايف هو بيعمل اللي بيعمله السوفت ستارتر، وكمان يقدر يعمل لنا ماكسيمم تورك عند الستارت، لان في ابلكيشنز عند اللوست سبيد بتحتاج اقصى عزم، مثلا الاكسترودرز، التراكشن، اي حاجه بتحتاج وهي لسه بتقوم انها بتحتاج عزم كبير. السيور بتحتاج عزم كبير برضه في البدايه، لان العزم بتاعها اولموست كونستنت. ما بنقدرش دايما في كل الابلكيشنز نقدر نستعمل سوفت ستارتر، لكن في 90% من الابلكيشن بتاعه الترومبات بنقدر عادي نستعمل سوفت ستارتر. الفاريبل سبيد درايف هدفه الانرجي افشنسي. تمام كده؟ احنا متشكرين جدا ليكم. عمرو بقى يشوفكم بالراي، هو ما طلعش النهارده قاعد في الظل، بس عشان مش تخصصي ميكانيكا قوي يعني، فسبت باشمهندس هاني النهارده بصراحه اشكره يعني، وان شاء الله ميعادنا في اخر حلقه يوم الاربعاء الجاي، يا رب تكون مفيده زي بقيه الحلقات ان شاء الله.
سنترين ونشوفك على خير باذن الله. السلام عليكم.